السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذبذباتك، نحن في مكان فعلا ذبذباتك تكون فيه عالية وطاقتك الإيجابية كذلك عالية. نصور لكم هذه الحلقة الجميلة والجديدة من روح وريحان في جبل حفيد في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة. أخواتي أخواني الأعزاء، كل شيء عبارة عن ذبذبات، كل شيء عبارة عن ذبذبات، وكل شيء ذبذبي متعلق بالشعور والإحساس، لأنك عندما تصل لأصل الشعور تصل للثقة والإحساس، تكون قد وصلت للمصدر، مصدر كل هذه الطاقات في الكون. تستغرب من حياتك ممتلئة ومليئة من كل شيء، لأنك أوقفت النظر عما هو مفقود وأمعنت النظر بما هو موجود. جعلت من الشيء الوحيد الذي لك سيطرة عليه ألا وهو الشعور، لأن الكون وعدك. القانون الإلهي، القانون الكوني الذي أوضعه الله سبحانه وتعالى، لأن الكون وعدك بأن يعطيك من نفس الشعور ونفس الأحداث التي تجلب لك هذا الشعور. أخواتي وأخواني الأعزاء، كما تعلمون فإن هذه الذبذبات تنبعث في هالتك وتكون ما يسمى بطاقة حول جسدك تسمى بالهالة. والآن استطاع العلماء أن يروا هذه الهالة عبر جهاز كريليان للطاقة. فأحسن ذبذباتك، تخرج منك شعورا طيبا مباركا إيجابيا تمتلئ به طاقتك وهالتك. وكما يقولون، إذا شعرت بشعور حسن تغيرت حياتك للأحسن. أما النظرية التي تقول إذا حياتي تحسنت أنا أشعر بسعادة، فهذه نظرية ليست بصحيحة، لأنك إذا كانت الأحداث من حولك سلبية وتشعرك بالضيق والضجر والحزن والكآبة، فإنك تجلب مزيدا من هذا الشعور، وبالتالي مزيدا من هذه الأحداث، وأنت في هذه الدائرة تجلب المزيد المزيد المزيد. وكما ذكرت لك قبل قليل، فإن الشيء الوحيد الذي هو بيدك الآن وفي هذه اللحظة هو السيطرة على الشعور. فعندما تسيطر على شعورك وتستبدله بشعور إيجابي، تخرج منك طاقة إيجابية تنبعث في هالتك. هذه الهالة التي تكون على شكل ألوان، هي ألوان قوس قزح. فإذا ما رميت إلى الأفكار الإيجابية استتبعها شعور إيجابي، انجذبت لك الأحداث الإيجابية. وهكذا هذه الدائرة المطلوبة، إذا شعرت بشعور حسن حياتك تتحسن. أتمنى لكم كل الحياة السعيدة المليئة بالأفراح والمسرات. أحبكم كثيرا، أحبكم بلا حدود، أحبكم بلا شروط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.